بطل، أعظم راجل في العالم. يعني كان يقدر يغلب الإنجليز؟ الإنجليز والفرنسويين والعالم كله. كان يمد إيده لفوق يلمس السماء، يمسك النجوم ويعمل منها عود. وجوزتي زي رناه؟ كنت صغيرة وقاعدة في السرايا بتاعتي، لابسة فستان أبيض فأبيض وشعري طويل ومفرود. لقيت واحد دخل بالحصان بتاعه. عارفين مين؟ جد عطا. كان ساعتها اسمه الشاطر عطا. كان طويل وعريض زي القمر، فارس. خطفني على الحصان بتاعه وطار لي فوق. هو الحصان بيطير يا نانا؟ هو الحصان ممكن يطير، والإنسان كمان ممكن يطير لو كان عايز يطير. يعني مثلا لو حلمنا بأحلام حلوة نقدر نحققها. افرضي ان احنا قاعدين هنا ونفسنا نروح مكان تاني جميل، لو تخيلناه ممكن نوصل. فاهمين يا حبايبي؟ فاهمين. بابا جه. بونجور يا مامي. بونجور يا حبيبي. بابي عايزة عقدة من نجوم السماء زي جد عطا ورناه. نجوم السماء؟ ايه حكاية نجوم السماء دي يا مامي؟ انت نسيتها؟ ده انا كنت بحكيها لك وانت صغير. لا ازاي انساها يا مامي؟ ربنا يخليكي لينا حبيبتي. ويخليكوا ليا يا حبيبي. وبعدين جد عطا جاب العقد اللي عملوا من نجوم السماء لنانا، وقال لها: يا ست الاميرات، يا اميرة الستات، انا عايز اتجوزك وهخليكي اسعد واحدة في الدنيا. سلام ورحمة الله وبركاته. أهلا عبد العظيم بيه. كل سنة بسعادتك طيب يا باشا. وأنت طيب يا ابني. تعالوا يا ولاد سلموا على جدوك الباشا. يلا. سيد لطفي. غسان بيه، حليم باشا، عبد العظيم بيه. اتفضل استريح. معلش سامحوني، يا دوب معاد القطر، اصل احنا مسافرين اسكندريه رغبه الاولاد. بنتينك ازيهم؟ كويسين يا باشا، هما في الحنطور مع مامتهم. يا خبر ده كلام يا عبد العظيم بيه، يتفضلوا. معلش انا بقول لحضرتك ان احنا حاجزين في القطر. وحاجزين في قطر الساعه كام؟ ترجعوا بالسلامة يا ابني. اشوف وشك بخير يا ولدي. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. سلام. مع ألف سلامة يا عبد العظيم بيه. شرفتنا ونورتنا. مع ألف سلامة. فيه الخير عبد العظيم بيه. ربنا يخليه لك يا باشا. سبحان الله. اتفضل يا بليغ. تسلم ايدك. اما يجي الشيخ علي قول له انت بنفسك لحسن يفتكر يعني ان انا بتلكك وعايز اروح اشوف امي. عيني. حاضر. تسلم عليك يا اخويا. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ؟ منور يا شيخ بليغ. الله يخليك. عامل ايه؟ تمام الحمد لله. استصبحت دي. اتفضل. اتاخرت ليه؟ كان وراي مصالح بقضيها. ما تنساش بقى تبقى تقول له لما يجي. طيب امال عنده فين؟ نيمت يا اخويا. منورنا يا عم الشيخ. الله يخليك. خيرك. امي عاوزاك يا سيدي، بتقول لك هات الجماعه وابقوا عد علينا في سوق الزلط بعد المغرب. لعل المناسبه خير. عامله لكم عزومه يا سيدي عشان اختي صديقه وجوزها هيبقوا عندنا النهارده. رجعوا من السفر؟ اه
ده بيقول لك بقالهم 3 ايام نازلين من المركب واحنا ما نعلمش. الحمد لله على سلامتهم. اوعى بقى تقول لي عندي ليله وابصر ايه. انا بالفعل عندي ليله. طب شايع حد بدالي؟ للاسف ما ينفعش. انا بقى لازم اروح اشوف اختي. طيب حاضر، هتشوفيها بالمشيئه. وانت كمان تيجي تشوف جوزها. اجيله اخلص الليله واجيلكم هوا على سوق الزلط. يبقى انزل بقى مع اخويا دلوقتي. وهو بليغ ده مش ضيف وله واجب يا ام عبده؟ ينزل ازاي قبل ما يتغدى؟ لا معلش، ما اصل انا لازم اعدي على اختي راضيه الاول. عصفور في اليد. افرض راضيه مش طبخين النهارده، هبقى ارجع لكم تاني. ها عامل لنا اكل ايه يا ام عبده؟ مش هعمل، بس انزل مع اخويا بعد الغدا. شهيره صديقه وحشاني 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 موت. ايه يا بنت ده حلوتي كده ليه؟ قولي لها يا شهيره، البنت من ساعه ما سافرت الشام كانهم كانوا بيحموها في اللبن الحليب. الله اكبر، يعني كنتوا الاثنين. يا يما ازيك. يما ازيك يا نمر. انت يا بنت صح خدودك حمرا ولا الفستان اللي مولع؟ ما تكسفينيش بقى يما. قولي لي يا بنت جوزك فين؟ قاعد جوه مع سامر. خش لهم، معهمش حد. ايه عبوده فين يا عبوده؟ دي جميلة عبودة يا جميلة، ده انتي كبرتي خالص وبقيتي حلوة. هو العريس فين يا اختي؟ مرحبا يا اهلين. اهلين يا اخويا. جرى ايه؟ انت ما صدقت خدت البيت وقلت عدولي ولا ايه؟ والله نورت الشام حبوها كتير، ما قادرين يفرقوها ولا تفرقهم. لا وايه، وهي كمان راجعة زي البدر، عيني عليها باردة. دخيلك، هي بدر من الاصل. الله يحفظك يا دكتور، اتفضل استريح. تكرم لي سيدي. كيفك؟ منيح منيح. ابو عبده هيتجنن يشوفك. والله مشتاق له كتير. ابو العبد وينه؟ راح يا اخويا يقضي مشوار كده وجاي على طول. عودي يا ليالي العز، عودي عودي يا ليالي العز، عودي. يسعد مساك يا شيخ علي. ايش 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 ايه القبه دي؟ اسعد الله التماسي يا هنا. ايه الوجاهه دي كلها؟ حسب اوامر سعادتك. اتعشيت؟ امك ايه؟ وصل الشيخ علي، اتعشى واتبسط عبال ما انتهى. متشكرين للطفك يا هانم، بس لو تسمح لي الهانم اغني قبل ما اتعشى. مفيش مانع. متشكرين يا هانم. ما شاء الله ما شاء الله. عمر يا نزلي هنا. مرسي. يا مالي الشام، يالله يا مالي، طال المطال يا حلوة تعالي. يا مالي الشام، يالله يا مالي، طال المطال يا حلوة تعالي. يا مالي الشام، على مالي هواكي أحلى زمان.
زمان قضيته معاك يا مال الشام. يلا يا مال اوف 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 يا حلوه تعالي يا مال الشام. يلا يا مالي طال المطال يا صديقه تعالي يا للمطال هلوم مجرة. الناس اتهبلوا يخلونا عيد وزيد، حتى الضباط الانجليز والسكوتش بقوا يتميلوا مع المغنى كده اخر طرف. بالبال خيو تسلم حنجرتك وحنجرتي. شو الانجليز رخرين كانوا يا خيبة الانجليز رخرين. خد جواد تجيب وتعد. يلا يا بيت اقعد يا شيخ علي. انما سامحني في السؤال يا شيخ علي، انت ناوي تتجه للطرب وتترك ال... لا 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 لا، دي مجرد تفاريح كده، ساعة لقلبك وساعة لربك. منورنا يا دكتور. تكرم خيو. معلش يام، عشان خاطر انا، عشان خاطر صديقه والراجل الغريب. لا ده انا اتوكست في الناس ما فهمش الا جوزك. اوعي يا بنت استني. اوعي يا بنت دماغي مش مستحمله. زمانكم جوعتوا، حطوا الطبليه عشان تتعشوا. طبعا جوعنا. ما يلا بقى يا اخوانا الحقينا بيها، احنا في عرضك. من عيني. حاضر. بتعمل ايه يا ام الولد؟ انت مش بتقول انك مستلفها وهترجعها لصاحبها؟ ايوه لكن مش في الحال. الله، انت ناوي تلبسها تاني ولا ايه يا شيخ علي؟ ما كفكش يا اخويا المقلسه والنقوره اللي شفتها من الكل؟ اهدي بالله يا ام عبد واستوعبي حكمه الخالق. ربك حباني بصوت يطرب الناس. يا اخويا ده لما بتقرا قران. قراءه القران الكريم نعمه احمده عليها عدد انفاس، لكن انا بقول لك ايه؟ الله الله على الجد والجد الله الله عليه. امي يا اخويا مرضتش تكسفك قدام عدايلك وقالت لي يا بنت فهميه ووعيه قبل الشيطان ما يجرجروا القضاه. في ايه يا ام عبده؟ ايه الجرم اللي انا ارتكبته؟ بقول لك ايه، احنا رضينا بيك اصلا يا اخويا كرامه لعيون ابويا الله يرحمه، وعشان انت كمان من تلامذته، يعني انا اتجوزتك شيخ حامل كتاب ربنا. وهل كفرت؟ موالد وليالي وقلنا وماله، كله لله وللرسول. انما يا اخويا مغنى ومسخره وقلة قيمة؟ لا يا حبيبي، فوق لروحك. انت لازم تصون سمعتك وسمعة ناسك. تحشمي. يلا يا عيال، يلا يا بنت، انت وايه هتتأخروا على المدرسة يا عامر. عامر فين؟ تعايا وايه، خد السندوتش بتاعك. وانت يا مطرية سندوتش بتاعك ما تاكلوش الا في الفسحة. خد يا سمير. الله يخليك يا ماما. وانتي يا مقصوفه الرقبه، ترجعي تقولي للعيال كلوا منك في المدرسه حقتم رقبتك. حاضر. اتفضلي. ايديكوا في ايدين بعض. وانت يا عين خد بالك يا حبيبي من اخواتك، انت الكبير. ماشي. يلا يلا فرقوني. مع السلامه. خدوا بالكم من السكه. حاضر. ايديكوا في ايدين بعض. حاضر. الف سلامه. يلا انزلوا السلم بالراحه. استغفر الله العظيم يا رب. تهديت. ايه مالك انت رخر؟ لو يالي بوزك ليه على الصبح؟ انجري شوف ابوك خلص صلاه ولا لسه، وفرجي بوزك على الصبح يا حبيبتي، مش ناقصات. يلا يا ماما. يلا حبيبتي. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا صباح الخير يا معمر. يسعد صباحك يا اخويا. هجيب لك تغير ريقك على بال ما اصب لك القهوه. في يا صدري يا مالك؟ اشمعنى انا من دون اخواتي اللعب من المدرسه؟ يا صدري يا حبيبتي، احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده.
يابا ما شاكيرة بنت خالك محمود بيه. ومش قلنا قبل كده برضك ملناش دعوة بحد. وده نانير كمان بنت عمتي رشوانة دخلت ثانوي معلمات. وبعدين معاك يا سطريه يا بنتي زي ما بتتكلمي اتعلمي تسمعي علشان تفهمي. بصي يا حبيبتي، اي بنت في الدنيا سواء كانت شاكيرة ولا دنانير ولا اي واحدة تانية غيرها مسيرها للبيت مهما اتعلمت، وانتي والحمد لله بتفك الخط وبتقري وحافظة كمان بعد القرآن والاحاديث، يعني ما ينقصكيش غير شغل البيت. يا اخويا ما تتعبش نفسك، انت بتكلم مين؟ هي دي بتفهم؟ لا دي صدرية شاطرة وبتسمع الكلام وذكية كمان. أمك يا حبيبتي عاوزة مصلحتك، وكمان محتاجالك تساعديها في تربية إخواتك وشغل البيت، وأنت عارفة إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا براحة الأم ورضاها، مش كده ولا إيه؟ اسمعي كلامها يا حبيبتي وإن شاء الله ربنا هيكرمك. يلا يلا زي الشطرة كده هاتي القلة علشان أشرب. يا راضية يا راضية خفي على البيت شوية، خديها بالمسايسة. ما هي حنيتك دي يا اخويا اللي مسخنا لها مخها. كل. لا حول ولا قوة الا بالله. اتفضل يا شكر يا حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. امشي صح اخوك يا حان، خلى ابوك ياخده في ايده يوديك كتاب. يلا شوف البيت. الحمد لله. يلا يا راضية يلا شق ريقك. اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب العالمين. شاكيرة. نعم. خدتي مصروفك؟ أي. مع السلامة. فوزية يا فوزية. بونجور. بونجور يا نازل. الولاد لسه ما نزلوش؟ أخيرا هينزلوا اهو. يا ولاد خدوا بالكم من بعض. حاضر. فاضل لي دوشة نادرة وماهر. الله يكون في عونك، أنا شخصيا هخش في حضن جوزي وأكمل نوم. سألتي عن حماتك؟ ليه إيه اللي حصل؟ طبعا ولا أنت دريته بحاجة؟ مالها؟ عيانة طول الليل، يا دوبك نامت قبل ما النهار يطلع. سلامتك يا طنط، قلقتيني عليكي قوي. الله يسلمك يا حبيبتي. مالك؟ انا كويسه ما تخافيش، مفيش حاجه. سلامتك يا ست الكل. الله يسلمك يا حبيبي. ما تخافش يا احمد، انا كويسه. انا بحبك قوي يا ماما، ان شاء الله هتخفي وهتبقي زي الفل. انتي كل حاجه حلوه في حياتي، انتي عمري كله، انتي اغلى ام في الوجود، انتوا اغلى حاجه عندي. ربنا يسعدكم.
خلي بالك من نفسك يا حبيبي ومن مراتك ولادك ولاد اخوك اخوك يا عبد اخوك. مالك؟ لا حاجة حبيبي، محتاج ارتاح شوية، سيبوني لوحدي. يلا حبيبتي قومي مع جوزك، انا هنام وارتاح شويه. يلا فرصي. انا واقف بره على البيت، لو احتجتي اي حاجه انتهى. برتين قوي، شد حيلك يا احمد، انا كمان تعبت. امي
امي. دايم إلى وجه الليل كلهم سبقونا على هناك يا داود. ربنا يحسن ختمنا بالستر. جوهر. نعم مين يا سيدي؟ تشاهد على ابني عبد العظيم بك تقولي له أبوك عاوزك. حاضر يا سيدي. كل حي بيجي يطلع على المكتوب في اللوح المحفوظ ويتوكل. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. البي موجود عبد الجبار؟ أبلغه بوجود سعادتك. اتفضل سعادتك. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أهلاً 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 يا عمرو أفندي. إزاي سعادتك عبد العظيم بيه؟ أنا آسف على إزعاجك. إزعاجي يا راجل، ده أنت وحشني بجد. اتفضل أقف. اتفضل. شكرا. He's my cousin. Welcome. تشرب قهوة يا عمرو. شكرا. What's the matter, Mr. Nelson? Just leave it to me. I hope not. Mr. Nelson, I said, leave it to me. Sorry, thank you. I'm pleased to see you. Thank you. Hey, عمر. بابا أخباره إيه؟ بخير الحمد لله. الحقيقة هو اللي بعتني. وحشوه ولادك ونفسه يشوفه. يا عمر أنا حاولت اقنعه ان هو يجي يقضي معاهم يوم، هو اللي مرضيش. ما انت عارف بقى عبد العظيم بيه ان هو تقريبا بيخرج يا عمرو، بيخرج بيروح حلقات الذكر والدروشه بتاعته وبياخد الست جوهر ويتفسح بيها في خان الخليلي والحسين. ده يرضيك؟ كل اللي نقدر نقوله عبد العظيم بيه بقى انها حياته وهو حر يكيفها بطريقته. انا ما قصدتش حقه بس برضه ما يعتبش عليا ويتهمني بالتقصير. لا لا لا، حقيقة الراجل لا عاتبك ولا اتهمك. المسألة وما فيها إن الولاد وحشوه عايز يشوفهم. إيه رأيك نتقابل كلنا يوم الجمعة في الغورية؟ أهو كلنا نشوف بعض والعيال يلعبوا سوا. مش عارف إذا كان وقت يسمح ولا لأ. ابعت أنت العيال ووقت ما تفضى ابعت علينا. إذا كانت الست وليدك هتعمل لنا كرشة ومنبار وفتة أنا ما عنديش أي مانع. وفتت عدس وبصارة كمان. يبقى تشرب معايا القهوة. نشربها كلنا في الغورية يوم الجمعة بالمشيلة. أستأذن. شرفت يا عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حاضر حاضر يوم. حاضر. باركي لي يوم باركي لي يوم. باركي لي والنبي باركي لي. بنتك طلعت الأولى على المدرسة. معانا يا رب. النظرة وقفتني قدام الطابور وادتني انا بحبر هدية مكافأة. ابعد عنها العين يا رب، ابعد عنها العين. وقالت لي من النهاردة انتي ألفة المدرسة كلها مش فصلك بس. ده انا ايه؟ ايه رأيك يما؟ اسمعي يا بنت، الكلام ده تكفي عليه مجور. اوعي تجيبي بيه سيرة لحد لا تتنشى عين. انا مش ناقصة. عيني ايه بس يما؟ الحسد مذكور في القرآن. بقيت خارجة من باب المدرسة مش حاسة برجليا، حاسه اني طايره.
ابوكي ابوكي جاي. العواف يا ابو دنانير. هو ابويا ماله؟ شفتي؟ مش قلتلك نجمنا خفيف ما بنلحقش نفرح. استرها معانا يا رب. انت تعبان يا اخويا؟ انت جاي من ايه؟ الولية ما شاء الله. عاوزة ايه تاني؟ قعدتش عايزة حاجة يا رشوان. ما شاء الله تعيش انتي. بعتلها الواد بالنفقة، رجع وقال انها ماتت من يومين عند ولاد اختها، ما كلفوش خاطرهم حتى انهم يقولوا لي ما حضرتش دفنتها. مش جايز يا اخويا تكون دي وصيتها، اهي خدت نصيبها، ربنا يرحمها برحمته. طب ايه قولك بقى ان انا زعلت عليها؟ طلعت القرافة وقريت عليها، كل ما تفتكرها اقرأ لها الفتح. مدرس الدين بيقول لما تقرأ الفتح على روح واحد متوفي، إن كان في الجنة الملائكة هترفرف حواليه، وإن كان في النار ربنا هيغفر له. برافو عليك والله يا بنت، انت بميت راجل. انتم مش هتغدونا بقى ولا ايه؟ ما تشوفوا لنا امك عامله لنا ايه على الغدا. هروح اشوف واقول لك. ولد هتقطع مسبحك جدك. سيبه. اقدر اعرف انت قاعد معانا ليه؟ ما تروح تلعب مع اخواتك. يا اخي سيبه. قولي عامل ايه في المدرسه يا سي حليم؟ عامل مشاكل مع الكل، ناظر والفراشين والسعاد. المهم يكون شاطر. المشكله يا باشا انه شاطر لكن شقاوته زايده عن الحد، غير اخواته خالص. وعايز تطلع ايه بقى يا سي حليم لما تكبر؟ عايز ابقى مطرب. بسم الله ما شاء الله. وعلى كده بقى بتعرف تغني يا سي حليم؟ ها؟ في مطرب ما يعرفش يغني؟ ها؟ يلا حبيبي يلا روح العب مع اخوك غسان. يلا يا ولد يا قليل الحياه، السبحه بتاعت جدك. امشي. مؤاخذه يا باشا. ربنا يحفظ لك ولادك. البنتين ازيهم؟ بخير يا باشا، اشقى من الولاد، مغلبين امهم. عاوز اشوفهم. طبعا يا باشا طبعا، اجيبهم لحضرتك. وعايز اشوف امهم يا ابني. انا عارف انها بتتجنب تشوفني، لكن يا ابني انا عايزك تعودها إن مفيش عداوة بتدوم العمر كله. يا ابني عايزك تقول لها إن لا فرح بيدوم ولا حزن بيدوم. فهمها يا ابني إنه لا دائم إلا وجه الله سبحانه وتعالى وعمل الخير والمعروف. لا طبعا، لا قبله ولا يقابلني. لو كان عاوز يشوف البنات وديهم له يشوفهم، لكن انا
يا ريت تبعدني بقى عن سكة باباك دي خالص. ولو كان هو بنفسه لطلب يشوفك. وإيه المناسبة؟ جايز يا حبيبتي يعني يكون أدرك خطأه القديم وعايز يكفر عنه. يبقى يجي لحد هنا. عاوزة الباشا يجي لغاية هنا يا فريدة؟ زمان الباشا أهلني في بيته. يبقى لو صحيح بقى عايز يكفر عن ذنبه زي ما انت بتقول يبقى يجي لحد بيتي، وانا اوعدك اني هقابله احسن ما هو قابلني زمان. هعمل باصلي. طب وماما؟ انت عارفة ان ماما مش ممكن هتقابله. خلاص انت جاي تتشطر علي انا؟ اقنع مامتك ان هي تقابله، اقنعه انه يعتذر لها عن غلطته معاها زمان. ده حقها، ان ما كانش له خير في اللي جابت له ابنه الوحيد هيبقى له خير في مرات ابنه. تصبح على خير يا فريدة. وانت من اهله. الشيطان يا راضية ابني، ربنا مش هيجيب حاجة وحشة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خدي. بسم الله الرحمن الرحيم. خدي حبيبي يا ابني، اشربي بق مية وصلي على النبي كده. اشربي 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 اشربي، صلي على النبي. اللهم صلي عليك يا نبي، اللهم صلي عليك يا نبي. يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا ابني، الواد مكوبس صور آخر. مكوبس إيه بس يا ولية؟ انت كده هتفزع الولا. يا ابني امي مالها اخرى؟ اروح لامي دلوقتي يا عمرو. حاضر، الصباح رباح يا راضيه، الصبح اوديك ان شاء الله. مفيش صبح، هروح لامي دلوقتي. يا ولي يهدي بالله، هتصحي العيال كلهم. اللي يصحى يصحى، انا عايز اروح لامي، يعني عايز اروح لامي. لا اله الا الله، انت حصل لك لطف ولا ايه يا ولية؟ انا قلت رايحه لامي يا عمرو، يعني رايحه لامي. يلا قوم يا ليك يا اما. اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه يا كريم. انت وعدتني انه مش هيجمعني بيه حتى القبر. ما لسه بدري يا عم الشيخ. وابن عمك بتعتبره خاين؟ ابني مش عبد العظيم ابن عمي، خد البشاوية الاخر. نحن نعرف كيف نصبر على المكاره. ما انت عارفه بقى يا اما سياسه ودوشتها. عاش الزعيم محمد طيب. بقى له 3 ايام وريني الويل. ايه النور ده؟ داوود عبد العظيم داوود. ده ايه اللي في ايدك ده؟ ده محسود ارقيه ياما. ومش هقبل انه ينجرح في بيتي، قصدي في ايدك. كنش عبد العظيم ابنه هو اللي داخل في الغاغه دي؟ حسابك معايا.